يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. أيها الأحبة الأفاضل، قلت أن كثيرا من الناس في زماننا وهو يعيش في زمن تتسارع فيه الأحداث ويتقارب فيه الزمان، زمن السرعة، زمن أصبح فيه العالم قرية صغيرة، وألف أن يقضي حاجاته في وقت وجيز، وألف أن يدور ويلف حول الأرض في وقت وجيز، وألف أن يقطع المسافات الطوال في وقت وجيز. هذا الذي ألفه في أمور دنياه أرادها أن تكون حتى فيما جبل الله عز وجل عليه الكون، فتجده يستعجل أمورا لا ينبغي له أن يستعجل فيها، وتجده يريد أن يقضي حاجات أو تقضى له حاجات في وقت وجيز ما ينبغي أن تقضى في ذلك الوقت. من هذه الأسباب أيها الأحبة في الله، أو من هذه الأشياء التي يستعجل فيها الناس استعجالهم في أمور الدنيا، قضية الرزق. فكثير من الناس يريد أن يستعجل قضية الرزق، وحينما أتحدث عن الرزق فإني أفرق كما فرق أهل العلم بين الرزق والقوت. خمن ننسى ورخا الرزق يوذن تقجيق عندي الرزق يوذن خصنا الرزق نسم دغياث ندياوذ. نفرق بين الرزق والقوت، ونفرق بين الرزق بمفهومه الواسع الشاسع وبين مفهومه الضيق المحدود الذي يحصره المسلمون في المال فقط. فالرزق ليس مالا فقط، الرزق من السور خارزق وقان بو إثن عاشين وها وخمن من السور خارزق وهن قابو إمن تتغنش وهذا من غاري تفغنش وهذا من يتوقعني شوه. لا أحباب الكرام، وإنما هناك فرق بين الرزق والقوت. فالرزق شاسع، والرزق مفهومه واسع، والرزق فعلى سبيل المثال تلك الأجرة التي أكتسبها كل شهر فهو رزق، وما أتقوت به منها هو قوت، والصحة رزق، والولد رزق، والزوجة الصالحة رزق، والزوج الصالح رزق، والدابة رزق، والسكن الواسع رزق، والسكن وإن كان ضيقا رزق، والأمن رزق. هذا كله من الرزق. ومرض رزق نشيخ من ننسى ورخى رزق رعقر نغي تحقث عاشين وها. لا أحباب الكرام، مرة في نذا رزق صح ذا رزق تمو بني غاك ذا رزق ثم غاه النسرح ذا رزق ثم غاه النغا سايز يسرح ذا رزق إحن جاني ذا رزق الأمن ذا رزق الإيمان ذا رزق إرهنا ذا رزق. هذا كله من الرزق أحباب الكرام. والمشكل عند المسلمين اليوم أنهم يستعجلون رزقهم ويريدون أن يسيروا كون الله عز وجل على مرادهم وليس على مراد الله عز وجل، ويريدون أن تتماشى أحداث الدنيا وفق مرادهم وليس كما أراد الله عز وجل، وهذا خطأ وخلل. كثير من الناس يريد الولد ولكنه يستعجل. شحال وذا نوسني وشاب بيبوي حنجان خمس شهور ست شهور عام زقام يمرش تيزو مريو فيرقة غاست الزين في حنجان وشاق يتزر يقضي يضبي بن مرة اذي اقو حيمكن اذيك يقزان مرة اذيك مرابض مرة يستعين بالاطباء. فاذا انقضى الاطباء استعان بالأولياء واستعان بالسحرة والكهنة والمشعوذين والمقابر وغيرهم ممن يعتقد فيهم أنه قد يهبه الولد، وهذا من الاستعجال. لماذا؟ لأن الولد رزق وهو بيد الله عز وجل، والله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا،
ويجعل من يشاء عقيما. الله عز وجل كتب في مقادير الخلق متى سيرزق الإنسان بالولد وكم سيكون عنده من الولد. فلا تستعجل وتقجق شاء أي ثموث من خكش الدنيا اجيت كفوسي سيدة ربي يعدو عام عامين زير مراش تجيت الدواء غيظ بيبن وديوار ربي شاء. انتظر ما هيأه الله عز وجل لك. نعم خذ بالأسباب، خذ بالأسباب المشروعة ولكن لا تستعجل، فإن العجلة لم يجلب عليها الكون. العجلة لم يفطر الله عز وجل الكون على العجلة، وإنما الله عز وجل فطر هذا الكون على التمهل. فلذلك أيها الأحبة في الله، كم من الشباب يستعجل قضية الزواج، وكم من الفتيات يستعجلن قضية الزواج ويغضب ويعادي والديه لأنهما قد رفضا تلك الفتاة التي أرادها. شحال الشباب يتمنغاك للوالدين، يتقرعبك الوالدين ما يمي لأن الناس واتي ويتشاثني. ولو علم أن الزواج وأن الزوج رزق وأن الله عز وجل هو الذي يتكفل بهذا، وأن الله عز وجل لو لم يقدرها له زوجة فلن تكون له زوجة، وأن الله عز وجل إن لم يقدر لها ذلك الزوج فلن يكون لها زوجا لارتاح. أيها الأحبة في الله، الرزق بيد الله عز وجل بمفهومه الواسع، كل ما يحيط بك وكل ما يلزمك رزق. ليكن عندنا هذا اليقين، لأن الأمة قد أوتيت من هذا الباب اليقين دي ربي سبحانه وتعالى. على حل ذو من غل الأمة تكاد تفقد هذا اليقين في الله عز وجل. كل جن زين غيخ صديق ذا الغرض نص الدرع النس، كل جن زين غيخ صديق ذا الغرض نص رفهام التنس، كل جن زين غيخ صديق ذا الغرض نص صغوري النس، كل جن زين غيخ صديق ذا الغرض نص رفهام التنس تقيوح النس. هذه هي السبل التي سلكها الكثير من المسلمين. كل واحد منا يريد أن يقضي حاجته بنفسه، بقوته، بعلمه، بفهمه، بقريحته، بفطنته، بذكائه الذي يدعيه، وهذا محال. لأن الملك جل في علاه قال وما توفيقي إلا بالله، والله ثم والله ثم بالله ثم تالله، إن لم ييسر ربك ذلك الأمر ما تيسر، وإن لم يقدر ربك ذلك الأمر ما قدر لك. لذلك يقول لنا الملك جل في علاه وما من دابة في الأرض، وما من دابة في الأرض، اسمعوا إلى كلام الله بقلوبكم لا بآذانكم. مشكل الأمة اليوم أنها تسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآذان فقط وليس بالقلوب. نتسرسي مجان وانتسربو سورون معليك نتسري ورن سيدة ربي سور إريقا فهميث. لذلك قصد ربي أم لهم قلوب لا يفقهون بها، وإن شاء أم لهم عقول لا يفقهون بها. محل الفقه ومركز الفقه هو القلب، فإن لم يستوعب القلب كلام الله عز وجل لم يعقله العقل. يقول الملك جل في علاه وما من دابة إلا على الله رزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها، وليس على الوزارة أو الإدارة أو الفهم أو القريحة أو الذكاء أو الفطنة أو قوة العضلات أو الحسب والنسب، لا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رزقها وخف على الله. واجبوا سر فهمت النش يا مسلم، واجبوا سطولانتي تنش، واجبوا سدرع النش، واجبوا سغور النش، واجبوا سلحين كنش، واجبوا سفاميليا النش، واجبوا سركواس النش، واجبوا بما تظنه أنت أنك ستجلب به هذا الرزق.
وإنما الله عز وجل يضع الأمور في موازينها الحقة، ويقول وما من دابة في الأرض إلا على الله، ليكن حبلك موصول بالله، تذلل بين يدي الله، اعلم أن رزقك كما أسلفت بمفهومه الشاسع الواسع، رزقك على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. كل في كتاب مبين. نهر ما يقصش الحر، نهر ما يقيم ذيك الحر، نهر ما من غذاك يخفنش، نهر ما تزاوات تمغاث، نهر ما تشعد سوايا زنم، نهر ما ثاري التفخ تخاونش، نهر لا تقلب الدنيا رأسا على عقب من أجل شيء بيد الله عز وجل. اسمعوا إلى أنس، أنس رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وكان إذا لامني بعض أهله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلوموه، فلو قضي أن يكون لكان، وفي رواية: لو قدر أن يكون لكان. الله على كلام رسول الله، الله على اليقين في الله، الله على الوثوق في الله. أنس رضي الله عنه وأرضاه يخدم النبي 10 سنين، عما سنش أنس وذين النبي صلى الله عليه وسلم خشن حشت قيخت من متقيد نخشن حشت واتقيغ من متقيد وتغم ريزة واريشة حد زفة مليان سنغي من غكيدة ذين من مواقيد الحاجتين يقرسن النبي صلى الله عليه وسلم من مكست من غم مريخ الصدار برحشتني غتيري غتيري مريخ الصدار برحشتني غتوقع توقع. لو أراد الله عز وجل لذلك الأمر أن يحدث لحدث، والله ما من قوة على الأرض تمنع مراد الله عز وجل أن يكون في ملكه. لذلك يقول لنا ربنا جل في علاه: وفي السماء رزقكم. الله، من أين تتقاضى أجرتك؟ ومن أين يأتيك الولد؟ ومن أين ومن أين ومن أين؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يقسم: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أيها الأحبة في الله، لو علم المسلم أن رزقه، ودائما أركز على الرزق بمفهومه الشامل الذي يجمع المال والولد والزوجة والبيت والدابة والأمن والإيمان والسلم والإسلام وغير ذلك، كل هذا من الرزق. لو علم المسلم أن رزقه قد تكفل الله عز وجل به قبل أن يخلق أو قبل أن يوجد في الدنيا لارتاح، ولهدأ روعه، وسكن باله، واطمأن قلبه. يقول الملك جل في علاه: الله الذي خلقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. الله الذي خلقكم في الأزل، خلقنا الله عز وجل في الأزل، يوم أن مسح على ظهر آدم فاستخرج من ظهره كل نسمة من ذريته. ثم خلقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. ذي نديوس يا رزق، أواني الخلق، نعم. مرتبة ثانية، نعم. مباشرة بعد الخلق، نعم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أيها الأحبة الأفاضل، كلكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في الصحيحين، حين قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر ب4 كلمات، يقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. الله،
لو وعى المسلمون هذا الحديث لاطمأنوا ولهدأوا. مري فهمني مسر من الحديثة واني تيرت تفذرا ذي جنت مقابرك ذو مزد المحكمة. مري فهمني مسر من الحديثة ان النبي صلى الله عليه وسلم روات تفذرا ذي جن إعادة وماس ذو تماس ذا عن تيس الخاريس خماجة عن تموات درمي ترواه عن تموات ذي فرانكثن. مري نفهم الحديثة واني تا يرق شرا ذي جن زق مسر من واسي تقسر حرز قماس لانه يخضب غاس يجي سميسي الناس سمحية. لو وعى المسلمون هذا الحديث لهدأت الأنفس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث أن الرزق كتب قبل أن ينفخ الروح في الواحد منا. رزقنا أرزق النغ مرميورة قبر أذين غينفخ الملك الروح قبر غنبدأ غننهز قعد ديس إمثنغ قبل غيبدأ قبل أن يتحرك الإنسان في بطن أمه وقبل أن ينفخ فيه الروح كتب من بين ما كتب رزقه. زوجتك التي كتب الله لك كتبت وأنت لازلت لم ينفخ فيك الروح في بطن أمك، وولدك قبل أن ينفخ فيك الروح وأنت في بطن أمك، وكل ما ستستهلكه من طعام وشراب وهواء وغذاء وكساء كتب قبل أن ينفخ فيك الروح وأنت في بطن أمك. فلما تنزعج عبد الله مما إذا شيت قصر حار مما قعنشتو يو شعشع مما قعنشتو يو عصب مما قعنشتو ينقطيعة الرحم. المرء يقطع رحمه لأجل الدنيا التي فصل فيها ربنا. المرء يقطع والديه وإخوانه وخالاته وعماته وأخواله وأعمامه لأجل مسألة في يد الله عز وجل وليست في يدك ولا في يدي ولا في يد غيرك. لما أحباب الكرام لما نريد أن نسير الكون وفق مرادنا؟ لما لا نرجع أو نرجع الأمور إلى نصابها ونزن الأمور بموازينها؟ لما لا نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو قضي له أن يكون لكان، لو قدر أن يكون لكان من مشين توغان خدجي من مشين وذا سنقاء وثشتيب وتكتب شا سيدار بي معليك يقدى سيدار بتوقع يريث وقع معليك يخص سيدار بي غتيرين يريث وقع وتقدر شاء الله تعالى ممي لابد يخصد نسيد فقيو عن نغذيني ما يمي لا قوايت سري غواور لا قوايت قاري لا قام عليك قام عليك يقى يموير قيوق عمو قام عليك لو كان فعل كذا لكان كذا. هذا مدخل من مداخل الشيطان. ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عن قولة لو لا تقل لو فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل على حسب الروايات. يش النبي إن نغوي عزم وهم عليك لقم عليك تغيق يمويرق يوقع مويرق. لا 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 أحباب الكرام مر من دي تصرف ربي سبحانه وتعالى وذي سينفع بما عليك. فلذلك الرزق النغوة جذق وعد ديسن مثل نغوها إيورا لا، وإنما قبل ذلك لو كان الرزق قد قدر ونحن في أرحام أمهاتنا لكان شيئا يسيرا. ولكن اعلم أخي الحبيب أن رزقك قدر قبل ذلك. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله الله، إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ليس قبل أن يخلقنا نحن، لا لا، قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بسنة سنتين ثلاث؟ لا، بخمسين ألف سنة. الله عز وجل كتب مقادير الخلق كلها. رزقك كله وما قدره الله لك في هذه الدنيا كله سيدار بكل شيء من خان غي قدر من خان غي كندي الدنيا مرة
من غنزاد الدنيا مرة إذ من غيرين غانغ الدنيا مرة يريد سيدا ربي قبل هذه خرقي جنوان تمورس 50,000 سنة قبل هذه خرقي جنوان تمورس قبل هذا نغي خرق نشين قبل هذه خرقي جنوان تمورس 50,000 سنة وهذا هو التقدير الثاني كما يقول أهل العلم لأن التقدير على 3 مراحل أو على 4 مراحل هذا هو التقدير الثالث أو الثاني لما؟ لأن ذي النشان نظن يقبر خميذا نغي قرب سبحانه وتعالى أو يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قبر ذي خرق ربي جنوان تمورس 50,000 سنة تغسي دار بي فضة ذي القذين الأرزاق ذي المقادير هل ينفع أن أستدرك على الله عز وجل وأنا ليس في عمري إلا مقدار معلوم والله عز وجل قضى قضاء مبرما أن مقادير الخلق قضى فيها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة بل قبل ذلك قبل ذلك أحباب الكرام في صحيح الجامع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم أول مخلوق خلقه الله عز وجل هو القلم فقال الله عز وجل له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن أو اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات على غير هذا فليس مني هم يخرق صدار بأول مخلوق من يعنى هو القلم أول مخلوق خلقه الله عز وجل هو القلم قال الله عز وجل للقلم اكتب آريا قال ما أكتب من غياري قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة في رواية اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في رواية اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة آريا من غيوق عن ذي الكون يكمر ذي المخلوقات مرة اليوم القيامة زينهم يخرق صدار بأول مخلوق هذا سغن الشنهار هذا قرف 436 هجرية 2015 هذا يقصر حر أضخيق أقيم الدنيا ولا أقعدها ميمي لأن من ضع عطا لأن وذي دو جيد انت 8 زغياء قحق لأنه خسارة يشنحش ذي الدات لأنه حاقي التلفزيون لأنه سيد فاكتورا نرقز ذي غرا لا أحباب الكرام الإنسان مأمور بأن يأخذ بالأسباب ولكن الأخذ بالأسباب واجب والتوكل عليها شرك كما يقول علماء العقيدة الأخذ بالأسباب واجب ولكن لا تتكل على هذه الأسباب كل أمرك إلى الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون أيها الأحبة في الله قال الملك جل في علاه واسمعوا إلى هذا أيضا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين من تعنى الليلة المباركة أخي السور ذا رب سبحانه وتعالى ما هي هذه الليلة المباركة قال أهل التفسير هي ليلة القدر ليلة القدر وججر 27 ليلة ليس ليلة 27 وإنما ليلة القدر التي أخفاها الله عز وجل في 10 الأواخر من رمضان وجعلها في الليالي الوترية على قول القول الراجح من أقوال العلماء الله عز وجل قال ابن كثير رحمه الله في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة أي أن الله عز وجل يأمر الكتبة الملائكة الكتبة أن ينقلوا من اللوح المحفوظ رزق وأجل كل واحد أو كل واحد من الخلق طيلة العام عام يكمر زي ليلة القدر اني يعذون ملك الموت يكسد زي اللوح المحفوظ ويغيمثن مرة زي ليلة القدر يعذون ليلة القدر دي قوان واني جن مكلف سونزا يكسد شحا يكثن ونزا زي اللوح المحفوظ زي ليلة القدر يعذون ليلة القدر دي قوان واني جن مكلف سي الأرزاق تمسرا يكسد زي اللوح المحفوظ عام يكمر
فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، بقي علينا أن نعي هذه الأمور وأن نتدبرها حتى لا نستعجل شيئا هو بيد الله عز وجل، قد قدر الله عز وجل له الساعة بل والدقيقة بل والثانية التي سيقع فيها ويحدث فيها ويأتي فيها. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد والهدى والتقى، إنه ولي ذلك ومولاه. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا، وبعد. يا أحب الأفاضل، ما دام أن الرزق بيد الله عز وجل، وما دام أن أرزاقنا يتصرف فيها ربنا جل في علا كيف يشاء، ما دام أن أرزقنا ذكوس صدار بي ورديج نحشت وانزمات يدنوي وغير صدار بي ورديج نحشت وانزمارات نقو غير صدار بي ورديج نحشت وانزمارات يدنوي قبري الوقت، إذا سيحدد صدار بي من خنق دي وجب النشين. ما الذي يجب علينا نحن معشر المسلمين؟ الذي يجب علينا هو شيء واحد، أمر واحد أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قواذن بوش نحشت سقربك إنه غل الجنة إلا سشنغو مبريدنس إلا وماغك إنه الزيس، وهذه نبوش نحاش توي جهنم الا حذر كني وزايس شنغوم في وران سنت باش هذا سنت بعدم يمين خان غدي وجبن. يا رسول الله، قال: وان روح القدس نفث في روعي، اي في قلبي، ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي اجلها. نشقي صغار جبريل، اتاني جبريل ونفث في روعي انه لن تموت اي نفس على وجه الأرض، لن تموت أي نفس حتى تستوفي حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. والله إما تقرع الضاز الدنيا، والله إما تخرق الدقندر، والله إما ديس ملك الموت غام يستوفى بنادم ما رزق النص مرة حتى لا تبقى له لقمة خبز ولا شربة ماء ولا نسمة هواء ولا درهم ولا دينار، بل حتى أن الإنسان يوضع الماء في فيه وهو في سكرات الموت فتخرج من بين شفتيه. لما؟ لأنه قد استوفى كل شيء. والله ما ذقر على ذي الجنداز الدنيا توري ذرق قزم غرومان قا أهيش، توري تسكيفت ومن تنقات أتيسو، توري نسمان الهوى تنقات أتيشم، تواريد صوري فنقا أثيق، تواريد أسوي الزدنقا أثيق. غون قايت أزدي قارس قس شوية ومن دقمو مذي السوف ثميجا يتقس ندقمو توطا نزد السانيتا، لأن إني واجبونس ليس من رزقه. قس شوية نتمن تكذو ومن باش تاضب شوية للوات عدو شاء أو يزد جمع عزد، لا 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 والو. مين أسيقي من دي أرزق النس؟ مين أسيقي من إقيمس إلا إني نرشفنا كيستياوي إمن خان غدي وجبن. يا رسول الله، إن نغ النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ونيوزنا رزق أذي اتقى الله تعالى، والتقوى عرفناها أكثر من مرة أنها هي تجنب المعاصي، أي اتقوا الله في أنفسكم وعصت رب سبحانه وتعالى. سئل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قيل له: يا أبا هريرة ما التقى؟ قال: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: بلى. قال: فما كنت تصنع؟ قال: كنت إذا رأيته اتقيته، كنت إذا رأيته اتقيته. التقوى هي أن يتقي الإنسان المعاصي، وألا يغضب ربه، وألا يسخط عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثم ماذا يا رسول الله؟ ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. من أراد أن يستجلب الرزق بالمعصية فقد أخطأ السبيل، ومن أراد أن يغتني بمعصية الله
فما عرف الطريق حق المعرفة. والنيخسن أرزق سلمعصية قيخضاء، والنيخسن أذي يذور التاجية سلانتيريس دار ربا يزدين عاشين سلانتيريس دار ربا يخص أذي سلانتيريس دار ربا أذي يعرس حرام قيخضاء يبرد عمس أذي هنا أضرح أنت اشتواني النظنية، ويمكن أنت اشتدي الصحنس، يمكن دي هاونس، يمكن دي همغانس، يمكن دي هدانس، يمكن في شأنه كله. والنيخسن أرزق الحلال أذي التزم الحلال، والنيخسن الرزق أذي طاعة الله عز وجل، والنيخسن أذي هنا أكت مغانس أذي كبري ذن ربي، النيخسن أت هنا أكذ وايز النس أت من عبري ذن ربي، والنيخسن تاونس الصرحن أذي من عبري ذن ربي، والنيخسن الوالدين سكسير مليح أذي من عبر ذن ربي، والنيخسن أذي قاعد في أموره كلها عليه بتقوى الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا موعود ربنا، ومن أصدق من الله قيلا. والله ما اتقى الإنسان ربه إلا عاش في الدنيا عيشة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. واقرأوا كلام المفسرين في الحياة الطيبة، اقرأوا للضحاك والسدي وقتادة وعكرمة ومجاهد وابن عباس ما قالوه في الحياة الطيبة، فقد جمعوا كل شيء. الحياة الطيبة هي السعادة، هي السكينة، هي الأريحية، هي الهناء، هي كل شيء. مرة من تزدن تزيوذي بشرط تقوى الله عز وجل. يقول أحب الأفاضل، ما بقي على المسلم إلا أن يمتثل أمر ربه، وإلا أن يمتثل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا إن أعرض فليعلم أنه سيعيش في ضنك وشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أحباب الكرام، قبل أن أختم بالدعاء إن شاء الله تعالى، مجموعة من الإعلانات لإخوانكم في مسجد السنة. يوم السبت إن شاء الله تعالى بين العشاءين محاضرة بعنوان عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد إن شاء الله تعالى بين العشاءين أيضا محاضرة بعنوان تعليقات تربوية على الأربعين النووية. وهاتين المحاضرتين لفضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني والشيخ معروف في الدول الإسلامية، ومعروف له محاضرات وله مصنفات ومؤلفات داخل البحرين وخارجها، وله برامج تلفزيونية على القنوات، وله مشاركات إعلامية كثيرة على القنوات الفضائية. فأسألكم إن شاء الله تعالى أن تحضروا، خصوصا محاضرة يوم الأحد تعليقات أو فوائد تربوية على الأربعين النووية. الشيخ سيتفضل إن شاء الله، لأن الشيخ له إجازة إلى الإمام النووي بسند متصل إلى الإمام النووي في الأربعين النووية، ومن يحضر في هذه المحاضرة ربما تكون له إجازة من الشيخ يصل بها إلى الإمام النووي، فهنيئا له هذه المكافأة إن شاء الله تعالى. ثم إخوانكم إن شاء الله بعد الصلاة سينتظرون صدقاتكم، إخوانكم هنا في المركز سينتظرون صدقاتكم، وهذه أبواب أخرى تفتح، أبواب أخرى تفتح للتجارة مع الله عز وجل. فيا سعادة ويا بشرى من اغتنم هذه الفرصة، تجارة مع الله عز وجل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم، بأموالكم ذمزوا أولا عذوا أنفسكم، فهذه تجارة إن شاء الله عز وجل مع الله عز وجل. فكونوا ممن تربح تجارتهم مع الله عز وجل. إيرث جني غيرين ربح البيع أذي أتابع تجارة سن. فبعد الصلاة إن شاء الله تعالى أضرج الصدقة نوم وخسن بخرث، لا تبخلوا على إخوانكم، كما أسلفت الأرزاق بيد الله عز وجل، أنفق ينفق الله عليك، رزقك بيد الله عز وجل. لا تكون كثير الحسابات وحسب شيطس كنت بليتي وجبك سيدة ربي، واحد سائد واحد تساوي اثنين وجبك سيدة ربي، وإنما الإنسان ذيري ذا سخيق من غانغ فوس النغ قز زي ربي سبحانه وتعالى،
ولو شاء الله عز وجل لسلبنا هذا المال كله ولصرنا فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأكرموا إخوانكم يكرمكم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل لي ولكم الصلاح والفلاح والسداد والرشاد والهدى والتقى، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا، واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أصلحنا وأصلح زوجاتنا وأصلح أولادنا. إجنا الأخت نوم أخت لكم 16 عام زقامي ثمرش آيزن سويت زجي زوجها لا يصلي، كارثة والله كارثة، كارثة عظمى. ونحن قد تركنا الدعوة إلى الله عز وجل وتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاسأل الله عز وجل لزوج هذه الأخت أن يرد به ردا جميلا. اللهم يا رب رد به ردا جميلا. اللهم قر عينها بأدائه للصلاة. اللهم يا رب اهد كل ضال من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب تب على كل عاص من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب كل من له في عائلته من لا يقيم الصلاة فلا تقبضه إليك ولا تمته حتى يكون مقيما للصلاة، وحتى تقر عيني أعين أهله وذويه بإقامته للصلاة. اللهم يا ربي نجنا من النار بعفوك وادخلنا الجنة برحمتك. يا ذا الجلال والإكرام، كما لا يفوتني في ختام هذه الخطبة أنا أتقدم للإخوة القائمين على هذا المركز بجزير الشكر والامتنان، لأن هذه آخر خطبة إن شاء الله تعالى وربما آخر لقاء معكم. فاستسمحكم عذرا، يمكن ربما قد أطلت في بعض المواضيع وبعض الخطب وبعض المحاضرات وأثقلت على حضراتكم، فعذرا واغفروا لي هذا. فإنه والله لولا محبتكم التي في قلوبنا ما زرناكم ولا ما أتينا إليكم. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والشكر أحبابي الكرام لإخوانكم القائمين على هذا على هذه المؤسسة وهذا المركز، مركز شيخ الإسلام ابن تيمية، فشكر الله لهم مجهوداتهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجهودات في موازين حسناتهم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يبارك لهم في دينهم وأرزاقهم وأهليهم وذويهم، وأن يجزل لهم العطاء وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن تنفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أحبابي الكرام، الشكر موصول لكل من قدم أي مساعدة لهذا المركز. الله عز وجل أن يتقبل منه بقبول حسن. تنفقون بسخاء، أسأل الله عز وجل أن يأجركم على هذا خير أجر، وأن ينفعكم هذا في قبوركم وعلى الصراط، وأن يجعلها شفاء من الأسقام والأوجاع، إنه ولي ذلك ومولاه. الشكر إلى كل من قدم لي شخصيا يد العون في هذه البلاد وهذه الديار. شكر الله لكم، آواكم الله ونصركم الله وحفظكم الله وأصلحكم الله. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه، حيث قال لنا تنبيها وتعليما ورفعا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقيم الصلاة.